السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المعلم الحر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سوف نتعرف على أفضل 10 مواقع لتعلم اللغة الفرنسية، ابقوا معنا. إذا نبدأ على بركة الله. أول موقع هو موقع تي في 5 موند لتعلم اللغة الفرنسية. موقع تي في 5 موند لتعلم اللغة الفرنسية، يعد هذا الموقع من أفضل المواقع لتعلم الفرنسية. هناك عدة مستويات وتمارين مختلفة. من مميزات موقع تي في 5 موند يحتوي على 4 مستويات بين المبتدئ والأساسي والمتوسط والمتقدم. إذن فهو يقسم المتعلمين أو الطلاب إلى 4 مستويات: مبتدئين، أساسي، متوسط، ثم متقدم. كما يحتوي الموقع على عدة أنواع من التمارين تتناسب أو تناسب كل مستوى. يشمل الموقع أيضا دروس لتعلم قواعد اللغة وتدريبات واختبارات عليها بشكل خاص، ويحتوي كذلك على مقالات صحفية ومصطلحات عامية يومية بالفرنسية لتزيد من حصيلتك اللغوية. ويتميز الموقع أيضا باحتوائه على تدريبات صوتية. إذا الموقع الأول هو موقع تي في 5 موند. تي في 5 موند هو موقع معروف عالميا في تعلم اللغة الفرنسية، وهو بطبيعة الحال تابع لقناة التلفزيون تي في 5 موند. ثانيا موقع بونجور دو فرانس. بونجور دو فرانس لتعلم اللغة الفرنسية. موقع بونجور من المصادر الجيدة للتعلم خاصة للمبتدئين، كما أنه يحتوي على اختبار لتحديد المستوى. إذا ليست جميع المواقع تقدم لك اختبار تحديد المستوى من أجل التعلم، ولكن في هذا الموقع هذا اللي هو بونجور دو فرانس فهو يقدم لك هذا الاختبار من أجل معرفة مستواك حتى تتمكن من مواصلة التعلم. مميزات موقع بونجور دو فرانس: من المواقع سهلة الاستخدام التي ستجد عليها ما تحتاجه بسهولة بدون بحث مطول. إذن فالموقع فهو موقع سهل الاستخدام، وهو يشمل قواعد اللغة والتراكيب اللغوية والمصطلحات العامة والخاصة بكل مجال، وكذلك الصرف وتحويل الكلمات. إذن فالموقع هو موقع مميز. وإذا كنت ممارسا للغة فيمكنك خوض اختبار تحديد المستوى للبدء من حيث توقفت. بجانب هذا يحتوي الموقع على تمارين بعد كل درس لاختبار مدى تحصيلك. إذن كل نيفو، كل مستوى أو كل دروس وتمارين قريتهم تيكون واحد الاختبار باش كيشوف درجة التمكن ديالك من المعارف ومن الدروس المقدمة. أوكي؟ فضلا عن امتلاكه لواجهة مميزة مريحة. إذن فالواجهة كذلك فهي مريحة ومميزة، تقدم الدروس بشكل مميز وبشكل مرح. الموقع الثالث هو موقع الفرنسية للعرب لتعلم اللغة الفرنسية مجانا، وهو من المواقع المتخصصة بتعليم الفرنسية. ولكن إذا كنت تبحث عن موقع يستخدم العربية كلغة أساسية فهذا الموقع اللي هو موقع الفرنسي للعرب هو الأنسب لك. إذن فهذا الموقع هذا يقدم لك دروس تعلم
اللغة الفرنسية عن طريق أساتذة عرب. إذن هم القيمين على هذا الموقع. مميزات موقع الفرنسي للعرب: إذا كنت تفضل المواقع المستخدمة للعربية كلغة أساسية، فإن موقع الفرنسي للعرب مناسب تماما لك، حيث أنه يستخدم اللغة العربية في واجهة الموقع ولشرح المحتوى. أوكي؟ إذا كان عندك مشكل كبير في الفرنسية وتريد أن تتعلمها كمبتدئ، فهذا الموقع يسهل لك ذلك بما أنه يعتمد على اللغة العربية في الواجهة الرئيسية للموقع. يتميز بأن القائمين عليه قلنا من العرب، كما أنه يرتب الدروس حسب التدرج في الصعوبة من الأسهل إلى الأصعب، ويحتوي على جدول مقترحات يوجهك من أين تبدأ التعلم. يعتبر هذا الموقع كذلك من المواقع الممتازة جدا والتي ننصح بها. رابع موقع هو موقع فرونسي فاسيل، الغني عن التعريف لتعلم اللغة الفرنسية أونلاين. من المواقع المعروفة المتخصصة بتعليم اللغة الفرنسية ويطلق عليه فالفرنسية سهلة، وهو موقع مناسب للمبتدئين. الفرنسية سهلة هي ترجمة لفرونسي فاسيل. أوكي؟ بالنسبة لمميزات هذا الموقع، فهو من أوائل المواقع التي اختصت بتعليم الفرنسية، فهو يعد من أقدمها ويمتلك محتوى علميا متميزا، ويعد من المواقع سهلة الاستخدام، فهو يعتمد في منهجه التعليمي على الحوارات اللغوية والصيغ والتصريفات، ويقدم اللغة بصورة سلسة وبسيطة، وكذلك يقوم بتقسيم المحتوى إلى مستويات لتناسب مستوى الدارس أو المتعلم من المبتدئ وحتى المتقدم، مع إلحاق كل مستوى بالتمارين التي تتناسب معه. إذن فهذا الموقع كذلك الغني عن التعريف، فهو يقدم لك تمارين ودروس على حسب المستوى الدراسي الذي تتوفر عليه، وكل مستوى بطبيعة الحال يتوفر على تمارين من أجل قياس التمكن وقياس درجة التحكم في التعلمات. أوكي؟ ننتقل إلى الموقع الخامس، وهو موقع بودكاست فرونس لتعلم اللغة الفرنسية عبر الإنترنت. فانطلاقا من الاسم اللي هو بودكاست فرونس، فهذا الموقع طبيعة الحال عنده علاقة بالتعلم عن طريق السماع. إذن فهو من المواقع المتخصصة في تعليم اللغة الفرنسية عن طريق السماع كما قلت. من مميزات موقع بودكاست فرونس أنه موقع مميز وفريد من نوعه، يعتمد على فكرة مختلفة عن بقية المواقع، فهو يقوم على الملفات الصوتية أو الصوتيات بوجه عام. فإذا كنت ممن يعتمد بصورة أكبر على السماع أو تفضل طريقة السماع في التعلم، فهذا الموقع مناسب تماما لك. يمكنك تحميل الدروس الصوتية والاستماع لها في أي وقت. الموقع السادس موقع لونجاج جيد لتعلم اللغة الفرنسية مجانا، وهو من المواقع التي تستخدم طريقة مبتكرة في التعلم، وهي تكوين حصيلة مصطلحات وكلمات. مميزات موقع لونجاج جيد: يعتمد هذا الموقع بصورة أكبر على الحصيلة اللغوية في التعليم، فهو يستخدم الصور والكلمات لتكوين حصيلة من المصطلحات والكلمات المستخدمة بشكل يومي لدى البلد
أو المتحدثين الأصليين، ويحتوي على ما يقرب من 20,000 كلمة كمستويات أولية، ثم يمكنك بعد ذلك تعلم أكثر من 40,000 كلمة أخرى أقل شيوعا في الاستعمال. ما يميز هذا الموقع بصورة كبيرة هو أن المحتوى والمقالات المترجمة التي يحتوي عليها من إعداد المتعلمين والمتطوعين. الموقع السابع هو موقع e-learning French لتعلم اللغة الفرنسية مجانا، أوكي؟ وهو موقع مجاني ومتميز لتعليم المبتدئين اللغة الفرنسية. من مميزات موقع e-learning French، موقع مجاني وسهل جدا في الاستخدام، يتميز عن سائر المواقع ببساطته وبساطة محتواه. فالمنهج التعليمي في هذا الموقع يتكون من مستويين أساسيين فقط، كل منهما مقسم إلى 12 درسا في تعلم القواعد والأساسيات للفرنسية. يقدم لك الموقع اختبارا بعد كل 6 دروس، أي أن الخطة التعليمية تشتمل على 4 اختبارات. كذلك يحتوي الموقع على قاموسين فرنسيين مصغرين، إذا كنت من محب المواقع البسيطة وغير المكتظة بالأيقونات فهذا الموقع مثالي جدا لك. إذن فهذه المميزات تجعل كذلك من هذا الموقع موقعا مميزا. الموقع الثامن وهو الموقع الغني عن التعريف ديولينجو لتعلم اللغات مجانا، وهو من أشهر المواقع والتطبيقات لتعليم اللغات بأنواعها المختلفة، كما أنه يحتوي على قسم خاص لتعليم اللغة الفرنسية من الصفر حتى التمكن. من مميزات موقع دويلونجو، من أشهر مواقع تعلم اللغات، ويعتمد على الطريقة التفاعلية والتنافس بين المشتركين، فهو يتيح لك إضافة الأصدقاء المختلفين والتواصل معهم. يعتمد على عدد الساعات المحددة لإكمال تعلم اللغة، فمثلا يقسم الفرنسية ل34 ساعة، كل درس عبارة عن 5 دقائق، يبدأ فيها بالكلمات والمصطلحات الأساسية، ثم بالتركيبات اللغوية والجمل المركبة، ثم بعد ذلك يتجه للقواعد اللغوية. ومنهج البرنامج مرتب من الأسهل للأصعب. ومن مميزات ديولينجو أنه يقوم بتذكيرك بموعد الدرس الخاص بك برسالة لطيفة ودودة، كذلك يقوم بتفقدك إذا توقفت عن متابعة الدروس. أيضا يتوفر منه تطبيق للهاتف يمكنك تحميله وأداء دروسك في أي وقت وأي مكان. إذن فهذا الموقع كما قلنا يحتوي على تطبيق للهاتف المحمول، حيث يمكنك التعلم متى شئت. الموقع التاسع موقع بوسو لتعلم اللغة الفرنسية، وهو من أشهر المواقع لتعلم اللغات بشكل عام، ويتميز بخصائص معينة مثل تحميل الدروس والاستماع لها في أي وقت. كما قلنا هو من أشهر المواقع أيضا في تعلم اللغات، ويعتمد أيضا على التفاعلية بين المشتركين، ويتميز بوجود تطبيق يمكنك تحميله على الهاتف على غرار الموقع السابق، أو التعلم على الموقع الأساسي، وكذلك يمكنك تحميل الدروس وسماعها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. يعتمد طريقة الدروس عن طريق الساعات أو عن طريق الساعات، فاللغة مقسمة ل150 درسا يتم تعلمهم من المتحدثين الأصليين للغة. من مميزات هذا الموقع كذلك
أنه يمنحك إمكانية الحصول على شهادة معترف بها دوليا. عاشرا، موقع ميمورايز لتعلم اللغة الفرنسية أونلاين، وهو من أفضل وأشهر المواقع المتخصصة بتعليم اللغات للمبتدئين، وبه قسم خاص باللغة الفرنسية. ويتميز موقع ميمورايز بتقنية رائعة في حفظ الكلمات عن طريق تكرارها بأكثر من طريقة، وكل مستوى يحتوي على مجموعة كلمات في نفس السياق متسلسلة الصعوبة. إذن كل مستوى يحتوي على كلمات متسلسلة الصعوبة، بطبيعة الحال من الأسهل إلى الأصعب. يتم تعليم اللغة عن طريق المتحدثين الأصليين، ويستخدم الطريقة التفاعلية بين المشتركين، ويحفز التواصل بينهم، وبه خاصية التعلم عن طريق المحادثات بطبيعة الحال، على غرار برنامج أو تطبيق دويلينجو. يتوفر منه أيضا تطبيق خاص بالهاتف بإمكانك تحميله والتعلم عن طريقه في أي وقت وأي مكان. ثم في الأخير، هذه روابط المواقع التي ذكرت سالفا، والموقع الأول قلنا هو تعلم الفرنسية عن طريق موقع تي في سانك موند. الرابط هو www.apprendre.tv5monde.com. اوكي، الموقع الثاني www.bonjourdefrance.com. الموقع الثالث www.francifacile.com. ثم موقع podcastfrance.fr، ثم langageguide.org، ثم e-learning، ثم duolingo او duolingo، ثم بوسو، ثم ميمورايز، ثم فرنسي فور عرب، الموقع الأخير. إذا كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى صادقا أن ينال إعجابكم. إذا أعجبكم لا تنسوا ترك تعليق محفز، ثم وضع لايك للفيديو، ثم تفعيل زر الجرس. إذا كنتم غير مشتركين أتمنى أن تشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.